الأمني والوبائي في البلاد. ينضم معنا مراسلنا أرشد الحاكم. مساء الخير أرشد، أين تتواجد وكيف هي الأجواء الرمضانية في العاصمة بغداد بالتزامن مع رفع الحظر الجزئي في شوارع العاصمة؟ مع استمرار رفع الحظر الجزئي عن العاصمة بغداد ومختلف مناطق العراق، ما زالت الشوارع تشهد حركة وإن كانت قليلة في بعض المناطق وأيضا ازدحامات في بعض المناطق الأخرى، لكن هي متباينة بين منطقة وأخرى. نحن نتواجد حاليا في واحدة من السيطرات المؤدية إلى منطقة الكاظمية، وبالتحديد في سيطرة الجوادين التابعة إلى اللواء الثامن في الشرطة الاتحادية. هذه المنطقة الرابطة بين منطقة الطي المؤدي إلى من خلفه هو شارع محيط الكاظمية. هنا إجراءات أمنية مشددة تتخذها القوات الأمنية وبالتحديد قوات الشرطة الاتحادية لمحاسبة المخالفين في أوقات الليل، لكن الآن يعني هنالك حركة للمواطنين، حركة لسيارات التاكسي، حركة لأصحاب الدراجات. وإن كانت الجهات الصحية والجهات الحكومية تحذر من الحركة وتحذر من التجمعات البشرية، لكن أغلب المناطق في بغداد تشهد تجمعات بشرية وتشهد حركة. لكن ربما الشيء الإيجابي المتواجد والذي لاحظناه في هذه السيطرة وعلى يميني بالتحديد، لو أخذناها زميلنا المصور علي أخذنا لقطة للقطعة التي ثبتت في هذا المكان من قبل الأجهزة الأمنية على كافة المواطنين، هو تبليغ صادر من الأجهزة الأمنية على كافة المواطنين الداخلين إلى مدينة الكاظمية المقدسة ارتداء الكمامات والكفوف، وبخلاف ذلك يتم محاسبة المخالفين. هذه القطعة كما ترونها انتشرت في مداخل مدينة الكاظمية. طيب أرشد، بالتحديد يعني قطعات اللواء الثامن تقوم بعملية تدقيق للعجلات وأيضا نعم. طيب أرشد، هل تم محاسبة المخالفين فعلا يعني مع وضع هذه القطعة وحتى خلية الأزمة؟ يعني بحثت موضوع أنه فرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة وأيضا القفازات، لكن لم تطبق بشكل فعلي. هل طبقت الآن بشكل فعلي في مدينة الكاظمية؟ هل هناك ارتداء للكمامات وأيضا القفازات؟ يعني ربما من خلفي هو الخروج من المنطقة، لكن على يساري بالتحديد هو عملية الدخول إلى المنطقة. ربما ننتظر وصول إحدى العجلات لنلاحظ إن كان هنالك محاسبة للذين لا يرتدون القفازات والكمامات في هذه المناطق، لكن يعني ربما شخصيا ومع كادر القناة يعني تم طلب من الكادر ارتداء الكمامات وارتداء الكفوف قبل عملية الدخول وقبل عملية البدء بالتصوير. وأيضا يوم أمس كان لدينا مرور من هذه السيطرة وطلب من المتواجدين في العجلة ارتداء الكمامات وارتداء الكفوف قبل الدخول إلى مدينة الكاظمية. هي واحدة من الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية، اللواء الثامن في الشرطة الاتحادية اتخذ هذه الإجراءات، لكن كإجراء جهات صحية، جهات تفتيشية، جهات مراقبة على الأسواق لم نلاحظ وجود أي عملية لمحاسبة لمن لا يرتدون، خاصة أن واحدة من مقررات خلية الأزمة كانت هي محاسبة من لا يرتدي كفافات وكمامات والكفوف بمبلغ 50,000 دينار، لكن لم يطبق هذا، في لم نلاحظ تطبيق لهذا الموضوع. على يساري بالتحديد الآن ربما لو أخذنا زميلنا المصور يعني دخول السيارات من قبل السيطرة، ونلاحظ يعني سواء هل سيكون هنالك محاسبة لمن لا يرتدي الكفوف أو الكمامات، هل سيمنع من الدخول إلى مدينة الكاظمية. هذه اللقطات المباشرة الآن، العناصر الأمنية يقومون بعملية تدقيق للسيارات وتدقيق للمتواجدين داخل السيارات. هو إجراء اتخذته مدينة الكاظمية، وأيضا هو ربما رسالة إيجابية لبقية المناطق بأن تتخذ هكذا إجراء وتمنع من لا يرتدي الكمامات من الدخول إلى مدينة الكاظمية. واحدة من العجلات الآن ربما يتم تدقيق هذه العجلة كون من متواجد فيها ربما لا يرتدي الكمامات. هذه هي اللقطات المباشرة لمدخل مدينة الكاظمية من جهة الطائيين. وأيضا دعيني أشير إلى بعض النقاط أو بعض المقررات التي جاءت في اجتماع خلية الأزمة النيابية اليوم. عقد اليوم في دائرة صحة الرصافة اجتماع لخلية الأزمة النيابية، وكانت هنالك جملة من القرارات والمقترحات التي ربما سيتم مناقشتها أو طرحها. واحدة منها هي فتح مركز أو فتح مختبر
مختبر خاص لفحص المصابين في جانب الرصافة من بغداد. أيضا سيتم حجر ثلاث مناطق في جانب الرصافة من بغداد حسب ما تحدث عنه مقرر خلية الأزمة النيابية، خاصة بعد تسجيل إصابات كبيرة في جانب الرصافة من بغداد. أيضا مديرية النجدة اليوم أعلنت عن اعتقال 17 مخالف لحظر التجوال. أرشد حجر ثلاث مناطق، ما هي هذه المناطق؟ لم تفصح الجهات المعنية وخلية الأزمة عن ماهية هذه الجهات أو أين تقع هذه الجهات، لكن بعد تسجيل إصابات كبيرة في جانب الرصافة قررت خلية الأزمة النيابية مفاتحة وزارة الصحة بفتح مختبر خلال 48 ساعة في جانب الرصافة، وأيضا حجر هذه المناطق الثلاث التي لم يفصح عنها حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك فرق طبية في قاطع الكرخ من بغداد تقوم بعمليات مسح ميداني، يوم أمس قامت بعملية مسح ميداني لمنطقة الكرادة، وقامت بعملية مسح ميداني للعمارات السكنية في الصالحية. اليوم في هذه المنطقة صباح اليوم لاحظنا أيضا وجود بعض فرق المسح الميداني وهي تقوم بعملية مسح لهذه المناطق، خاصة المناطق التي سجلت فيها إصابات مؤخرة، وأيضا تقوم بعملية توعية للمواطنين. هذا هو ربما أبرز مشهد حتى المشهد الأبرز في العاصمة بغداد حتى هذه اللحظة. كما ذكرنا يعني على يميني بالتحديد يتم ربما لقطة أخرى أيضا دخول الدراجات، يتم عملية يعني تدقيق الداخلين، وأيضا من لا يرتدي مرة أخرى الكمامات ولا يرتدي الكفوف تقوم الأجهزة الأمنية بإرجاعه سواء كان على الدراجة أو سواء كان مستقلا للعجلات. انضم معنا الزميل أرشد الحاكم من بغداد، شكرا لك على كل هذه التوضيحات أرشد.